أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف الصناعة والعمل على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال جولته بمحافظة بورسعيد تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع ستايلر لصناعة البطاطين والسجاد والملابس بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، كما تفقد معرضا لمنتجات المصنع من البطاطين ذات الجودة المخصصة للتصدير إلى إسبانيا.